ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أرحب بالحضور معايا النهاردة في آخر محاضرة من محاضرات الـ Solid Work Extension، وإن شاء الله تكون محاضرة ممتعة يعني للناس كلها، لأن أنا أصلا بحب المحاضرة ديت. هنشرح فيها النهاردة إن شاء الله الـ Assembly، إزاي بقى بعد ما اتعلمت إن أنا أبني بارت، وإزاي أقدر أعمل عليه كل الفيتشر اللي إحنا شفناها خلال الكورس من اكسترود وريفولف والحاجات اللي احنا اتعلمناها من اكسترود كات وريفولف كات وبقية الفيتشر بتاعتنا. ازاي اقدر بقى بعد ما خلصت البارت بتاعي اقدر اجمعه علشان اقدر اعمل منه اي ماشين او اي حاجة انا محتاج ايه اصممها. طيب، اول حاجة هنأكد عليها ان الناس كلها اللي موجودة معايا عشان تبقى استيعابها للدرس يعني فيه افادة، انا بعت فايل فيه الاجزاء بتاعه ليسون 12 وليسون 13، بيحتوي كل الاجزاء اللي احنا هنشتغل عليها النهارده، لان انا مش هكريت بارت النهارده، انا هاسمبل بس، هعمل اسمبل على طول. تمام. طيب، اول حاجه هنتعلمها النهارده لما بفتح السوليد عشان اخش على اسمبلي، انا بعمل زي ما احنا عارفين، احنا لما بنفتح كده بيظهر لنا القائمه بتاعت بارت واسمبلي ودروينج، الثلاث حاجات دول بارت واسمبلي ودروينج. احنا دايما كنا بنخش على بارت واستخدمنا مره دروينج، النهارده هنخش على اسمبلي، هيفتح لي الاسمبلي. طبعا هو لما فتح الاسمبلي على طول عمل ايه؟ عمل براوز، لان هو اسمبلي هو عايز بارت، يعني انت هتعمل اسمبلي لايه؟ فعايز بارت على طول. خلاص؟ فاحنا هنخش في ليسون 12، احنا هنختار على طول البارت اللي احنا هنشتغل عليه، نقول له براوز، هنخش على الاسينشال ليسون 12 كيس ستادي، واختار اول حاجه الايه، البراكت. اوضح بس كده لان اللي البراكت، خلينا في البيلت بورت. تمام، هنختار اول حاجه البراكت. تمام كده. طيب، انتوا شايفين اول حاجه بس نتعلمها كده، شايفين البورت بيتحرك معايا ازاي؟ تمام. لو انا دوست كليك في اي حته هيثبت لي البورت ده في المكان ده. طيب، ايه المشكله؟ المشكله ان اول بارت انا بحطه في الاسمبلي بينزل فيكسد، بيتثبت في المكان ده، يعني بيتفكسد في المكان ده، لان مش ممكن اجمع اسمبلي على اجزاء كلها متحرك، لازم يبقى فيه بارت ثابت وابتدي اجمع عليه بقيه الاجزاء. فلو انا حطيته في اي مكان انا ما اعرفش انا فين من الاوريجن دلوقتي. فلو جيت بعد كده بعد ما جمعت الاسمبلي وخلصته وجيت اخد منه بقى سكيشن ومقاطع وانزله على دروينج، ممكن الاقي الاسمبلي يعني الرسمه مش في الاوريجن، فالسكاشن بتاعتي كلها ممكن تبقى ايه، مش زي يعني مختلفه خالص على اللي انا عايزه. طب اضمن منين ان هي في الاوريجن؟ مش هدوس اي كليك وهطلع كده فوق. خدنا بالنا ايه اللي حصل؟ انا اول ما سبته ودخلت على القائمه اللي في الشمال، ايه اللي حصل؟ البارت راح مكانه في الاوريجن على طول تاني اهو. اول ما هدخل على القائمه دي هيفهم ان انا عايز احطه فين؟ في الاوريجن، فهدوس له اوكي، يبقى انا كده ثبتت البارت بتاعي فين؟ في الاوريجن اهو. شايفين الاف دي كده؟ هو كده فيكسد فين؟ في الاورجن. لو جينا بصينا كده للبلانات بتاعتي هلاقيها كلها متقاطعه معايا في النص. تمام كده، زي ما هو اوريدي ما ايه مرسوم. دي اول حاجه ايه ناخد بالنا منها لما نيجي نعمل اسمبل. تمام. طيب، ايه اللي احنا هنتعلمه بقى هنا؟ شايفين شويه الاسماء دول اللي هم موجودين عندي؟ اول ما حملت البارت اهو اهو اهو، دي ليها شويه انديكيشن كده نبقى عارفينها برضو. الاف دي اللي هو ايه، الستيت اوف ذا كومبوننت، هل هو فيكسد ولا ايه، ولا بيتحرك موف فين؟ اوكي. طيب، الحاجه الثانيه اسم البارت نفسه اللي هو البراكت. تاني حاجة، لو الرقم دوت اللي ما بين القوسين اللي هم شبه الأصغر أو الأكبر من دول، ده رقم البارت، رقم البارت. لو البارت
في منه كذا جزء هيبتدي يديك رقم 2 رقم 3 زي ما ايه زي ما انت مكرر الجزء كذا مرة، ماشي كده تمام. بعد كده الكونفيجريشن، لو البارت من في منه كذا كونفيجريشن هيديك الاسم بتاعها، هل هو مثلا حسب ما انت مسمي بقى، في لونج في شورت في حسب المسمى اللي انت مسميه للايه للجزء بتاعك، وده الديسبلاي ستيت بتاعه خلاص الابيرنس بتاعه، ماشي كده. عرفنا ايه شويه الحاجات دول، دي المهمين، واحنا بنحط البارت يبقى احنا عارفين ايه اللي موجود جنبه خلاص كده. ويديك علامه الساين بتاعت البلاس او ماينس دي حسب ان هو اوفر ديفايند او اندر ديفايند، ولو في كويتشن مارك سيمبل دي معناها ان هي ايه لسه في مشكله هنا في البارت، في مشكله في البارت. طيب نرجع للايه للسوليد. تطبيقا للي انا قلته اهوت، ادي اسم ادي الستيت بتاعت البارت بتاعي فيكسد خلاص. ممكن اخليه اللي هو مو اللي هو فلوت يعني، يا فيكسد يا اما فلوت. لو عملت فلوت كده هيديني الماينس كده الساين دي، يعني هو كده بالنسبه للاسمبلي هو نوت ديفايند او اندر ديفايند، لان هو مش عارف هو فين مكانه. يعني ايه يعني ايه اندر ديفايند في الاسمبلي؟ يعني هو في نقول ديجري اوف فريدم للبارت السوليد مش عارفها، يعني انت مش حاكمه في الاتجاه ده، هو يا اما هتحكمه بموف معينه او بحركه معينه، يا اما هتحكمه بفيكسيشن حاجه غير الاثنين السوليد مش عارفها، هيحطه لك اندر ايه ديفاين خلاص كده. دي بس من باب المعلوميه، يعني هو انت ممكن تبقى عارف ان البارت اندر ديفاين، بس انت مش هينفع تفكسده اكتر من كده، او مش هينفع تعرفه اكتر من كده، هيتعرض لو عرفته كذا يعني بكذا ريليشن او بكذا ميت يعني مع بارتات تانية، فمش هتقدر في ايه تعرف اكتر من كده. هنشوف كل ده واحنا ايه شغالين. عملنا كده خلاص اسمبلي الاول، يعني جبنا اول بارت هنبني عليه الاسمبلي بتاعنا. نبتدي ناخد فكره سريعه عن انواع الميت، يعني ايه الميت؟ يعني انواع الماتش ما بين البارت والاجزاء الثانيه اللي هتقابله. عندي انواع كتير من الميت، على راسهم طبعا الكوسنتريك، تمام كوسنتريك يعني يبقى لو البارت سلندريكال وهيتحط جوه سيركل تانية، يبقى هو الاثنين سنتر بتوعهم على بعض، سواء بقى في واحد اكبر في واحد اصغر، يبقى هما الاثنين سنتر بتاعهم على بعض. الميت التاني اسمه التانجنت، لو هما اثنين يعني بلان وسلندر مثلا هعملهم تانجنت، يبقى لازم دايما الجسم او السيرفيس بتاعت السلندر دي يبقى تانجنت للايه للبلان ده. لو هما دايرتين هيبقى برضو نفس الموضوع حسب ما احنا عايزين. في طبعا الاتجاه بتاع التانجنت يعني او بتاع الميت الالاينمنت بتاعه، في اتجاهين، يا اما الاثنين في نفس السيرفيس كده، يا اما الاثنين عكس بعض كده. ودي كل ودي مثال على كل حاجه. لو خدنا الكوسنتريك البارت ده مع البارت ده كده مفيش كوسنتريك. هنا طبقت الكوسنتريك في اول اتجاه عملوا كده، لما قلبت الاتجاه خليته في عكسه عمل لي الشكل بالايه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، غير الاتجاه الايه الميت. نفس الموضوع بالنسبه للتانجنت، انا هعمل له تانجنت ما بين السلندر وما بين البلان ده، فلما عملت تانجنت غطس لي الشكل ده جوه البارت تاني، يعني ده كده هو لامس الجزء ده من فوق، من يعني البلان ده من فوقه، لما قلبت الشكل غطسه لي اهو زي ما احنا شايفين جوه الايه جوه البارت التاني. الاول كان لامس من تحت، التانية لمس من فوق او التانجنت بتاعه من فوق. لوك، انا بعمل لوك للبارت في مكان خلاص، ده بالنسبه للوك. بعد كده في عندي كوينسيدنت. كوينسيدنت يعني متلامسين السطحين، يعني متوازين طبعا ومتلامسين، مش متوازين بس، متوازين ومتلامسين. لو عملت كوينسيدنت للقاعده بتاعت الشكل الهرمي دوت او المخروط دوت والبلان ده، هيبقى شكلها عامل كده. لو غيرت الاتجاه بتاع الالاينمنت بتاعي
هيبقى عامل كده. اهو ده اكبر او اوضح مثال للي انا بقول عليه. شايفين الشكل ده؟ هو نفس الشكل ده. لو قلبت الناحية التانية هيبقى هيدينا الشكل التاني اللي هو بتاع الميت ده، بتاع الكوينسيدنت. البارالل انا مش بشترط عليه ان هو يبقى ملامس، هو لازم هو بس موازي للبلان في اي حتة بقى باي مسافة. نفس القصة برضو، لو الاثنين بلان اللي هيتبرروا مع بعض في نفس المستوى او الاثنين متقابلين يعني. بيرمنديكولار اهو نفس الـ يعني لو قلبت الدايركشن هو نفس النتيجة. ديستانس، الميت بتاع الديستانس ده يعني انا بعمل مبدئيا ان الاثنين دول متوازيين خلاص كده، وبديله الديستانس. هو هنا واضح ان هو مديله ديستانس 1 مللي ما بين البلان وما بين الايه البلان الثاني او السيرفيس ده والسيرفيس الثاني خلاص، وعامل مسافه ما بينهم 1 مللي. لو عملت العكس او غيرت الاتجاه هيخليهم في نفس الاتجاه، ولكن ال 1 مللي اهو من البلان ده للبلان الثاني بالعكس. الانجل ميت برضو هعمل البلان دوت البلان الثاني يودي ما بينهم الميت انجل. لو عكستها هيداني في الايه في الاتجاه الايه المؤلف. تمام، ده سيرفي سريع كده على اللي ممكن نقابله في الميت يعني قبل ما نقابلك على اللي انا بقوله. نكمل برضو سريعا كده بالنسبه لبقيه الميت اللي ممكن تقابلنا. ممكن اعمل ميت ما بين الاثنين سيرفيس دول. تمام كده، ممكن اعمل ميت ما بين لاين وايدج، يعني الايدج دي ممكن اعمل لها ميت مع اللاين ده، فلما اعمل لهم ميت هيبقى شكل البارت بتاعي كده. ممكن اعمل ميت ما بين اثنين بلان، في بلان في النص هنا وادي البلان التاني، لما اعمل ميت هيبقوا الاثنين مع بعض، يا اما اعمل لهم كانسلنت او برر او ايا كان الميت اللي انا هعمله. ممكن اعمل ميت على اكسيز، لو افترضنا ان في اكس هنا هيمر ما بين السنتر سنتر بوينت بتاعت الاثنين سيركل دول، فهقول له ان انا هعمل ميت ما بين السيركل والاكس دوت، يعني انت هيبقى ده السنتر بتاعك فهينزل لي دي في النص كده. تمام، ممكن اعمل ميت ما بين السيركلر وبوينت، سيركلر وبوينت. تمام كده، او ما بين ارك وايدج. ماشي كده، ارك وسيركلر ايدج. تعالوا بقى نطبق. طيب نرجع تاني بقى للايه للسوليد. احنا خلصنا شويه الحاجات النظري اللي المفروض نبقى واخدين عن يعني يبقى في باك جراوند عندنا قبل ما نخش على اللي انا هعمله دلوقتي. انا جبت اول بارت عندي زي ما احنا متفقين، وطبعا عملته في الاوريجن ان انا سبته البارت هو يتحط في مكانه ووافقت على عليه ما دوست على علامه صح يعني عشان يتحط لي في الاوريجن. هبتدي احط البارت الثاني، هجيب انسيرت كومبوننت، هيقول لي انت عايز تنسرت انهي كومبوننت. هو طبعا بيفتح على اخر بوزيشن انا كنت فيه او اخر فايل انا فاتحه يعني. هقول له انا عايز احط اليوك نيل ده، ده البارت الثاني. نفس القصه برضه زي ما انتم شايفين هو بيتحرك معايا اهو بالماوس، هحاول اقربه على قد ما اقدر للمكان اللي انا عايز اثبته فيه. تمام، دوست كليك اتحط في المكان ده. طيب ايه المطلوب؟ ان انا اعمل ميت ما بين الجزء ده والهول دي. عايز اعمل ايه؟ هعمل كوسنتريك ما بين ده وما بين ده. طب احنا بنجيب ميت منين؟ يعني الميت نفسها دي بقدر اتعامل فيها منين؟ اهو لو جينا بصينا كده على ال جنب انسيرت كومبوننت هلاقي الميت الزرار بتاع الميت. هضغط عليه هيفتح لي كل انواع الميت اللي احنا ادينا عليها سيرفي من شويه، الكوانسيدنت والبارالل والبربنديكولار والتانجنت والكوسنتريك
واللوك والديستانس والانجل. تمام كده؟ تمام. في انواع تانية للميت، الادفانسد ميت والميكانيكال ميت، دول هيبقى ايه يعني في مرحلة الادفانسد هنبقى نتعرف عليهم. طيب ايه المطلوب مني دلوقتي؟ هقول له انا عايز اعمل ميت ما بين الجزئين دول، ده والجزء التاني. هو اول ما ضغطت عليه زي ما انت شفته اتغير شكل البارت، خلاص هو سلك سيرفيس في البارت ده، فخلاص مش هينفع يسلك اي سيرفيس تاني من نفس البارت، والا هيلغي لك الاولاني. تمام. لو دوست هنا تاني هياخد الايه، مش هيسلك ايه السيرفيس التاني، خلاص هو سلكت سيرفيس واحد، انا مش هينفع اعمل ميت ما بين البارت وبعضه يعني. طيب هو مستني مني اعمل ميت على بارت تاني، فهقول له ادي السيرفس التاني، فاوتوماتيك هو السوليد وورك سمارت. هو لو نلاحظ كده هو عمل لي التو اوبشن، الاوبشن الاولاني لو ناخد بالنا فوق على اليمين، عشان بس انا لو حركت اهو كده تمام كده، هو فتح لي قائمه الميت اللي هي نفس اللي هي على الشمال، بس دي طبعا بتبقى دايما اقرب للماوس يعني او اسرع يعني مع الشغل، وقايل لي الانسب ميت بالنسبه للاثنين سيرفس اللي انت مختارهم الكوينسيدنت الكوسنتريك. انت ليك رؤية تانية عايز تختار ميت تاني، اوكي، بس انا شايف يعني من الاثنين سيرفس اللي انت مختارهم دول ده مش هينفع معاهم غير ايه كوسنتريك. هو فعلا احنا عايزين نعمل كوسنتريك، فيا اما هدوس عليه من هنا اوكي، يا اما هدوس عليه من هنا واقول له صح. انا بفضل ايه الفلاير اللي بتظهر دي، واقول له من هنا ايه اوكي. تمام. هو كده عمل ايه؟ ناخد بالنا بقى هنا دي ما كانتش ايه مفتوح، ضاف هنا هو اول ميت عندي اللي هو عمل لي ان البارت ده في كوسنتريك ما بينه وما بين الايه السيركولار دي. طيب هل كده خلاص؟ لا، هو لو نلاحظ كده ان هو لسه كاتب لي ان هو ايه يعني اندر ديفاين، ليه؟ لانه بيتحرك اهو. هل لوجيك ان هو يتحرك كده؟ هو بيلف يعني، بص انا حكمته لما اخش شمال او يمين هو محكوم بالايه الكوسنتريك، لكن فوق وتحت هو ماله مش محكوم، فهيضطر احط ميت تاني، اختار السيرفس ده والسيرفس التاني. طيب انا دلوقتي قافل الميت صح، او ما فتحتش ميت زي ما انا عملت. في طريقه اسرع بقى من اللي انا قلت عليها، ان انا بعمل ايه، انا بدوس على السيرفس اللي انا عايز اعمل له ميت كده، وبعدين هدوس على كنترول معايا كده الناس، عشان ايه دي مش هتبان في اللايف يعني. هدوس على كنترول وهسلكت الجزء الثاني او السيرفس الثاني، واول بمجرد ما اشيل ايدي من على كنترول هيظهر لي ايوه الفلاير اللي انا بقول لكم عليه، واداني برضو اختياراتي وكل حاجه. طيب ايه هو انسب حاجه بالنسبه لي؟ ايه الكوينسيدنت. هقول له انا عايز الاثنين برضو كوينسيدنت كده، انا حكمت الحركه بتاعت البارت. تمام. هو بالنسبه للسوليد هنا هو بقى ده اللي انا كنت لسه بقولك عليه، هو اندر ديفاين، هو اندر ديفاين، لكن انا مش هقدر اعرف اكتر من كده والا هبقى وقفته بقى يعني، عشان يبقى ديفايند بالنسبه للسوليد لازم تبقى موقف او مديله زاويه للحركه، او مديله زاويه للحركه بتحكمه فيها، يبقى هو خلاص عرف ان هو يعني ما بيتحقق كل الديجري اوف فريدم بتاعته متعرفه ومقفول، السكس ديجري اوف فريدم بتوعه مقفولين. لا انا كده كده لازم احاسبها ايه روتيشن، الروتيشن بتاعه ايه مفتوح. ماشي كده. طيب نجيب البارت اللي بعديه، ايه تاني؟ هركب الايه السبايدر ده، برضه احاول اقربه على قد ما اقدر. طيب ايه المطلوب بقى هنا؟ نرجع بس الباور بانك عشان ايه ما ممكن اسرح وخليكم ننط حاجات. تمام. هركب السبايدر ده، وهنا هنتعلم ميت جديده. احنا كده خدنا اتنين ميت، اتعلمنا اتنين ميت الكوسنتريك والكوانسيدنت، خلاص كده الكوسنتريك والكوانسيدنت اتعلمناهم. هنا بيعرفك على ميت جديده اسمها الويتس ميت. الويتس ميت دي يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي عايز اوسطن بارت ما بين اتنين بلان، او ما بين اتنين سيرفيس، او ما بين الجزئين اللي احنا زي الشفتين اللي احنا شايفينهم دول، عايز اوسطنه. هل بقى هقعد اقيس المسافه على سبيل المثال يعني ما بين الجزء ده
كام ما بين هنا وما بين هنا؟ هيقول لي والله المسافة دي، يعني ممكن نعملها كده عملي، اي ايفالويت او ميجر المسافة من هنا لهنا. هيقول لي والله النورمال ديستانس بتاعتك هنا اللي هي الاكس اكسس يعني بتساوي 19، وهنا لا هي 20 اهي، دي النورمال ديستانس اللي هي 20. وبعدين تبتدي تحسب المسافة ما بين الجزء ده والجزء ده وتطرحهم من بعض وتبتدي تسنترهم. فاهمين قصدي انا بعمل ايه؟ انا بحاول اعمل احط الجزء ده في النص ما بين الاتنين دول بالميت الطبيعية اللي احنا لسه عارفينها. مش احنا لسه عارفين ان المتر الطبيعية بتاعتنا ما فيهاش غير ديستانس وكوينسيدنت وكوسنتريك وخلاص على كده. فعشان انا اثبت البارت ده في النص ما بين الجزئين دول بالميت الطبيعية لازم اعمل كده، احسب الديستانس دي وبعدين احسب الديستانس دي. تمام، هتطلع كذا، هيبقى في معنى كده ان في فرق 1 مللي ما بين الاثنين، يبقى انا لازم اثبت دي على بعد من نص مللي من دي، يبقى كده انا ضامن ان البارت ده في نص الجزء ده. شفتوا بقى هاخد كذا ستيب ازاي عشان اقدر احط البارت ده في النص؟ السوليد بقى بيسهل عليك خالص وبيقول لك لا بمنتهى السهوله. ممكن تستخدم حاجه اسمها الويت سمين. فين الويت سمين؟ هنلاقيها لسه، انا لسه بقول لكم اهي في الادفانسد ايه ميت، اهي في الادفانسد ميت. خلاص دي غالبا اللي احنا ايه هناخدها من الادفانسد ده الويتس ميت. طيب يعني ايه؟ يعني بيقول لي سيلكت بقى 4 سيرفس اهو، هقول له ده الاول اقول له ان انا هشتغل على الويتس ميت قبل ما اسلك اي حاجه. او تاني اقول له انا سنتر ده، ايوه هحطه في السنتر. هيبتدي يقول لي ماشي فين بقى البارزات، هيقول هنا ويتس سيلكشن، هو خد اول جزء اهو او اول سيرفيس يعني، هيبتدي هو اوتوماتيك ينقل على التاني. اقول له ما بين ده وما بين ده، اوكي كده هو كده عملها لي بالظبط على طول فين في النص. هقول له اوكي، يبقى انا كده عملت ويتس ميت، عملت كده ويتس مي. لما نيجي نحرك ده كده اهو، لازم دايما هنلاقيه فين؟ شايفين؟ في النص اهو. يعني بس احاول، ايوه في جاب اهي ما بين البارت وما بين الجزء ده، هي الجاب دي هي النص ملي او الملي اللي احنا كنا حاسبينه من شويه. تمام كده، هي النص ملي او الملي اللي احنا كنا حاسبينه من شويه. طيب ناقص لي ايه تاني؟ ان انا اخلي الهول ديت على نفس الاستقامة أو الكوسنتريك مع الهول التاني. هعمل إيه؟ سيلكت برضه الاتنين هول، فتح لي على طول الفلاير دي، هقول له الاتنين دول مالهم؟ كوسنتريك. يبقى أنا كده جمعت الاتنين بارت مع بعض. طبعا ده بيلف كده تمام، وده برضه بيلف، بياخد البارت كله إيه ويلف بيه. طيب نكمل ناخد الجزء اللي بعديه. هنا طبعا ده الويتس ميت اللي انا كنت لسه بقى يعني عملناه عمل، هو بيشرح لك هنا بيقول لك ان هو يعني بتسلكت الاربع فيسز اهو، ده وده وده وده، وبتحط البارت في النص ما بينهم. ممكن تعمل برضه ويتس ميت ما بين السلندريكال بارت وما بين برضه اتنين بلان، هيحطوا لك في النص بالشكل ده. ممكن تعمل نفس القصه ما بين الشكل المخروط ده، وبرضه هو هيسلكت الاربع بلين ويحطه لك في النص بالشكل. تمام تمام نكمل. هاخد اليوك في ميل بقى، انسرت اخر البورت اللي بعديهم يوك في ميل. حلوه، انا عايز هل انا هركبه كده؟ مش عارف، مش هركبه كده. طيب في ايه؟ في عندي حل من الاثنين. هو انا بس في عندي هنا تمام، ايوه شايفين انتوا بقى المربع اللي تحت ده مديني الحركه حوالين المحاور، الحركه حوالين المحاور زد واي وايه واكس. طيب انا هحركه حوالين محور الزد اهو، عدلته كده
وما انا عايز احركه حوالين الواي حوالين الاكس حسب ما انت محتاج البارت بتاعك يتحرك ازاي. هتبتدي عن طريق الروتيشن حوالين المحاور تبتدي تقربه اقرب ما يكون للايه للجزء اللي انت عايز تعمله منه. خلاص كده ده حل. طب في حل تاني؟ طب انا حطيت البارت وما خدتش بالي ودوست كليك وخلاص وحط البارت اتحط بالشكل ده، عايز احركه طبعا من ايه؟ سهل قوي، هاجي عند موف كومبوننت خلاص كده وهو مسلك الكومبوننت كده وافضل دايس كليك كليك شمال سوري ثانية واحدة أنا آسف روتيت كومبوننت مش موف كومبوننت روتيت كومبوننت وأبتدي ألففه زي ما أنا عايز تمام. يبقى موف كومبوننت لو إيه هحركه من غير ما ملففه يعني هيتحرك زي ما هو كده، إنما روتيت كومبوننت أنا هلاقيه هعمل له روتيت. أوكي أرجع بقى أظبطه تاني زي ما أنا سايبه. طيب ايه المطلوب؟ نفس القصه برضه، هقول له والله ان انا عايز اعمل ويت سميت ما بين الاربعه صفر كريستال. طيب انا مش هفتح بقى الميت تاني زي ما احنا عملنا المره اللي فاتت، زي ما يعني هنكرر نفس اللي عملناه. هسلكت الاربعه سيرفيس كنترول على طول، خدوا بالكم وانا بلف كده انا لازم اشيل ايدي من على كنترول، يعني انا وانا بسلكت احط ايدي على كنترول، وانا بلف يعني وانا دايس على البقره وبلف لازم اشيل ايدي من على كنترول والا مش هيلف هيتحرك معايا هيعمل لي موف. خلاص كده اهو انا بدوس على الكنترول وقت ما انا بسلكت بس وارفع ايدي، اول ما ارفع ايدي عن الـ عن الـ الرابع السيرفس الرابع هيطلع لي الويت سميت، هقول له انا عايز ويت سميت ما بين الاثنين دول ما بين اربع سيرفس دول وهدوس له صح اللي هي اوكي. وبعدين هعمل كونسنتريت ما بين الهول دي والهول دي كونسنتريت تمام. ناقص حاجة؟ اه ناقص حاجة، ان في هنا السيرفس ده المفروض يبقى ماله بارلل مع السيرفس التاني، هو بيديني كوينسيدنت خلاص كده بيديني كوينسيدنت، لا انا مش عايزه كوينسيدنت انا هعمله بارلل، لان لو عملت كوينسيدنت هبتدي يعني في هنا جاب بسيطه كده ما بين السيرفس وسيرفس مش هتنفع هيتعارض مع الميت بتاعي. خلاص كده طيب كده انا جمعت الاجزاء دي مع بعض بالميت المطلوب، الحركه بتاعتها هتبقى زي ما انتم شايفين كده مفيش حاجه بتتعارض مع ايه. هل كده انا خلصت؟ لا لسه، انا بس بنتست كده الايه الميت بتاعنا اخباره ايه. طيب ايه اللي ناقص تاني؟ اللي ناقص ان انا احط البنات بتاعتي اللي هثبت بيها الاجزاء دي في بعضيها حقيقي بقى، يعني انا بعمل اسمبلي عشان انفذه في الحقيقه مش بعمل اسمبلي عشان يبقى على الكمبيوتر وما يتنفذش لا. طيب لو في الحقيقه طبعا ما فيش حاجه اسمها ميت في الحقيقه، يعني اللي هيثبت في الحقيقه البن، فلازم اختار البن اللي انا هركبه وتسته مع الايه مع الاسمبل اللي انا عملته. هعمل انسيرت للبن اهو، هو بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهو في الاتجاه دوت، طبعا انا عايز الففه فهعمله هيلف حوالين الواي واقول له اوكي. وبعدين هسلكت السيرفس الخارجي وكنترول وسلكت السيرفس التاني واقول له كونسنتريك، الاثنين دول كونسنتريك. هل كده خلاص؟ لا طبعا هو بيتحرك كده بيطلع بره ومش مظبوط، انا عايز احكم حركته اكتر من كده. هقول له ان يا اما بقى بصوا يا اما في عندنا طريقتين، يا اما هقول له ان السيرفس ده والسيرفس ده مالهم بيشغل تانجنت تمام كده اهو هينفذ، او هقول له ان السيرفس ده والسيرفس ده والسيرفس ده اللي هو كله بقى من الخارجي بتاعه
تاني اهو، مالهم واتسمان كده، هو حطهولي بالظبط في الايه، في النص ما بين السيرفس ده والاثنين سيرفس اللي انا اخترته. يبقى انا دلوقتي عملت ويتس ميت ما بين، يعتبر سيرفس ثلاثه سيرفس مش اربعه، خلاص. بس هو عشان السيرفس ده يشمل ايه، طرفين. طيب البن التاني اللي احنا عايزينه هو الكونفيجريشن بين البن الاولاني. البن ده في منه اتنين كونفيجريشن، اللونج اهو. بص بص بص، هنا بقى اهو لو نفتكر كده اللي انا قلته في اول المحاضره، ان انا قلت ان هنا ده ايه، ده الكونفيجريشن نيم، اهو كاتب لي الكونفيجريشن نيم لونج، يبقى ده اللونج اللي انا اخترته. طيب انا عايز اجيب التاني بقى، يا اما اعمل انسرت واعمل انسرت تاني لنفس البن وبعدين اختار منه الكونفيجريشن التاني، يا اما هدوس كنترول معايا كده وهسلكت البن ده وهشده كده، اكني بعمل ايه، اكني بعمل كوبي من البن. خدنا بالنا ايه اللي حصل هنا في التري؟ عمل لي ها ضاف لي البارت ده على طول اهو جوه الاسمبلي، بدل ما اطلع من انسيرت بارت، طالما نفس البارت، طالما انا هسلكت بارت، يعني هو نفس البارت الموجود عندي، يبقى هسلكته من على طول من نفس القائمه ودوس كنترول، اكني بعمل كوبي منه. طب هو عمل ايه هنا؟ خدنا بالنا من الارقام، هو كان واحد بقى اتنين، لان انا دلوقتي عندي ها اتنين بارت بنفس الايه، بنفس يعني بارتين من بارت واحد، كررت البارت مرتين في نفس الاسمبلي، تمام كده. طيب هدوس على البارت كده هيطلع لي فوق الايه اللونج، لا انا عايز الشورت، هدوس صح، حول لي البارت من لونج لايه، ها لشورت، واضحه كده، شايفين الماوس فين، حول لي البارت من لونج لشورت. طيب انا عايز بن واحد، لا انا عايز اتنين بن، نفس الطريقه كنترول وهشد كده هيطلع لي البن التاني وضافوا لي في القائمه، بقى انا عندي الثلاثه بن اللي انا محتاجهم عشان اثبت الجزء ده. طيب نكمل الميت بتاعنا، هقول انا عايز الجزء ده والجزء ده مالهم كوسنتريك، وايه تاني، وان الفيس ده والفيس ده مالهم تانج تاني كوسنتريك والفيس ده والفيس ده مالهم تانج. ده اللي احنا قلنا عليه برضو احنا شغالين، اللي هو الفليب ميت الاينمنت. لما بقلب الالاينمنت اهو، وداه لي في حته تانيه خالص، قلب في السيرفس الناحيه التانيه، خلاص كده انا كده جمعت الايه البن بتاعتي، فاضل لي ايه، فاضل لي الهاند اللي انا هلفف بيها الجزء ده، هقول له انسيرت. ودي بقى حاجه جديده، احنا شغالين نعمل انسيرت اللي ايه يا جماعه، طول ما احنا شغالين عمالين نعمل انسيرت البارت 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 البارت. طب ايه الجديد؟ الجديد ان انا هعمل انسيرت الاسمبلي، او بمعنى صح اسمه سب اسمبلي، يعني هو اوريدي اسمبلي، ده اسمبلي تاني انا عامله اصلا قبل ده وعملت له سيف على انه اسمبلي، وهجمعه مع الاسمبلي الكبير، يبقى ده اسمه سب اسمبلي. ودي برضو من الحاجات ايه مميزات السوليد، ان انت تقدر تجمع كذا سب اسمبلي جوه اسمبلي، يعني ممكن اقسم المكنه بتاعتي لكذا سب اسمبلي وبعد كده اجمعهم كلهم مع بعض اعمل المكنه الكبيره، تمام كده. فانا هختار السب اسمبلي اهو، ده اوريدي اصلا ايه يعني اسمبلي فاير اهو، هضيفه هنا، هناخد بالنا ان شكله حتى مختلف، مش بارت، هو ايه، هو اسمبلي فايل. لو فتحنا كده هنلاقي جواه كذا بارت اهو، ثلاثه بارت بتوع المكونين هم، وجواه الميت بتاعه برضو اهو، ادي فايل الميت اللي مجمع الاجزاء دي مع بعضيها، واضح كده. فده اسمبلي اصلا مع اوريدي معمول، وانا بضيف له اسمبلي، بضيفه للاسمبلي بتاعي.
طيب ايه اللي مطلوب من اليد دي ان احنا هنجمعها مع الجزء ده؟ كوسنتريك. تمام. وان الفيس ده والفيس ده مالهم كوينسيدنت بارلل. اه شفتوا بقى لما عملته كوينسيدنت هو كده كده في مسافه ما بينهم، ما ينفعش ايه اقول له كوينسيدنت، يعني انت كده عامل اتنين ميت عكس بعض او ضد بعض، لازم تحقق واحد واحد، لو حققت واحد التاني هيتكسر. طب اقول لك انت عايز تعمل هتكسر حاجه من الاثنين، اقول له لا انا بس ايه هعملهم بارلل. تمام. ايه ناقص تاني؟ ناقص ان انا هعمل ميت ما بين السيرفس ده والسيرفس ده بايه بقى؟ بديستانس. ديستانس ميت كام؟ هنقول 0.7. هو في حته كده في الباوربوينت بيقول لك ان احنا ممكن يعني هو بيشغلها بالانش يعني، فبيقول لك ممكن نرجع تاني كده انا كنترول زد، فبيقول لك ممكن تقوم عامل كده ومغير اليونت بتاعتك للانش يونت يعني، وبعدين تبتدي تقول له ان المسافه اللي عندك دي من هنا لهنا الديستانس دي هي كده بقت، خد بالك كده بقت بالانش، فبيقول لك هي المفروض تبقى 1/32 وندوس اوكي. دي المسافة اللي هو قايلها لك في الايه في الباوربوينت اهي، خلاص كده. وبعد كده بترجع تغير الايه اليونت سيستم بتاعتك تاني علشان تكملها بالمليمتر. لو هو مديك يعني دايمنشن بالانش في وسط ما انت شغال، او مديك الديستانس دي بالانش، فانت مش محتاج تحولها بقى لملي وبعدين ترجع، لا خلاص هي حول اليونت بتاعتك للانش ودخل الديستانس وبعدين نرجع تاني للايه للمليمتر. طيب كده خلاص انا كده خلصت الاسمبلي بتاعي، وزي ما انتم شايفين اهو كده هو جاهز معايا متجمع بيلف كله مع بعضه ومفيش اي مشاكل. ابتدي بقى تيست زي ما انا عايز، ابص على اي احتكاكات، اي حاجه ما بين الاجزاء، اي حاجه مش مظبوطه، اي حاجه محتاجه تتعدل ابتدي اعدلها من قبل ما ايه ما اصنع اي جزء من الاجزاء دي. تمام. اي اسئله بقى في اللي انا عملته ده بسرعه كده قبل ما اخش على الاسم اللي بعدين؟ اه في حاجه بسيطه كده انت قبل ما اخلص الليسون، يعني اخر حاجه ان في حاجه اسمها use for position only، ان انا ممكن اعمل ميت عشان بس الستارت بتاع الايه الستارت بتاع الميت ممكن اعمله كده، بس ده لازم افتحه من هنا من الميت، يعني هو ده مش هيسجله لي ميت. لو علمت هنا على use for position only كده ده مش هيسجله ميت، يعني هو هياخده بس في يعني ثبت لي الوضع دوت ده بس للستارت، انما مجرد ما غيرته هيتغير عادي معايا، بس هو انا بعمله علشان الايه position only عشان احدد ان الستارت بتاع البوزيشن بتاعي من المكان، بس هو ما نزليش هنا ما تضافليش في الميت بتاعي. هناخد بالنا ان اخر حاجه في الميت عندي اللي هي الديستانس ميت، ما تضافليش البرد اللي انا لسه حاطه. نعمل يعني تيست تاني اهو اهو، لو انا قلت برد ايه اللي هيحصل؟ هيثبتهولي، بصوا كده هيضيف البرد اللي عندي اهو. تمام هيثبته، لو جيت احركه مش هيتحرك، ليه؟ لان انا مديله ميت اهو برد اهو اهو، خلاص وقف ما اتحركش. انما لما بقول له ان الميت ده بس كليك يمين كده وهقول له edit feature، يعني
اللي هو انا بايدت الميت يعني بتاعي خلاص، بقول له يوز فور بوزيشن اونلي، وادوس اوكي. هنلاقي هو مش لا هو خلاص اوريدي عمل، كده هو ضاف للميت، لازم امسحه خلاص. لو انا عايزه فور بوزيشن اونلي يبقى لازم ايه اسلكت من الاول كده، وهقول له ميت ويوز فور بوزيشن اونلي، واقول له اوكي واقفل خلاص. هو كده ثبته لي فور بوزيشن اونلي، وما ايه وما ضافليش الميت بتاعي ايه تحت. ماشي، فهمنا الحتة دي. في حد بيسأل ولا حاجة؟ ممكن إعادة جزئية البن، ممكن إعادة جزئية البن. طب أنهي جزء بس في البن؟ يعني كل البن من أوله تاني، ولا أنهي جزء؟ موضوع الكونفيجريشن أنهي جزء يعني؟ باشمهندس اللي بيسأل على البن، لا اضافه نسخه منه. طيب آه ماشي، هو سهله جدا يا باشمهندس، عشان بس انت موضوع الكنترول مش واضح. انا هقف على البن اهو، سلكت البن خلاص ماشي كده، في مشكله؟ حاول تتكلم معايا يا باشمهندس عشان احس ان اعرف ان انا واصل لك. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا هندسه، ايه يا فندم؟ دلوقتي انا سلكت البن اهو، تمام كده، واضح ان انا عملت سلكت اهو، تمام تمام. هدوس على الكنترول تمام ونفس والماوس واقف في مكان خلاص كده، هدوس كليك شمال، وانا داس كنترول هدوس كليك شمال وهشده كده تمام بس كده اهو، خدت منه كوبي كده، انا طلعت البن اهو، بقى عندي بن خامس اهو. تمام انا كان عندي اربعه الاول صح؟ اه واحد اثنين ثلاثه اربعه، تمام الاساس بتاعي واحد اثنين ثلاثه، فين الرابع؟ لا انا كده حرف ثواني، ده البن الخامس اللي انا طلعته، تمام تمام كده. اه طب لو انا عايز بس اصغر المسافه بتاعته، اصغر المقاس بتاعه. المقاس بتاعه انا مش بصغر المقاس، انا بختار الكونفيجريشن. انت فاكر محاضره الكونفيجريشن؟ حضرت معانا محاضره الكونفيجريشن؟ للاسف لا، انا دي اول محاضره احضرها في يا الكورس، بس يعني حضرت ماشي، متاخر معلش، بس انا كنت مجمع يعني شويه من البطاطا. يبقى عموما انا البارت طريقه رسمه فيها وانا برسمه اساسا بيبقى في حاجه اسمها كونفيجريشن. تمام طب انا هفتح لك البارت ده عشان تشوف يعني سريعا كده. انا كده هعمل اوبن للبارت ماشي كده، يعني هفتح ماشي البارت لوحده بعيدا عن ارسم، اهو البارت اهو خلاص تمام كده تمام. انا لما برسم البارت بعمل منه اتنين كونفيجريشن، شايف كده؟ انا كده دخلت على الكونفيجريشن، في عندي اللونج وفي عندي الشورت، هو عامل له اتنين كونفيجريشن، هو رسمه بطريقه الكونفيجريشن، عامل كونفيجريشن لونج، شايف البارت عمل ازاي لما سلكت اللونج تمام او الشورت، هو رسمه كده خلاص. لما تمام برسمه وسيفه كده، لما بخش على الاسمبلي هو عارف ان هو اوريدي مرسوم باتنين ايه باتنين كونفيجريشن، كونفيجريشن تمام. فبيديك الاختيار انت عايز انهي واحد فيهم، بيديك الاختيار انت عايز انهي كونفيجريشن في دول، شورت ولا اللونج، تمام تختار انت الكونفيجريشن اللي ايه اللي انت عايزه. ده كده اخترت اللونج، ارجع تاني للكونفيجريشن التاني اللي هو ايه الشورت شورت تمام يا باشمهندس. بس. ده موضوع الكونفيجريشن يعني، اللي هو ده في البنايه بتاعت البارت نفسه وانت بتبنيه يعني. تمام ماشي تمام، يا باشمهندس. تمام شكرا يا باشمهندس. بقيت الميت والخطوات كده واضحه؟ اه لا واضحة تمام. طيب لو في حد عنده اي اسئله يا جماعه تاني. شكرا. ماشي اتفضل. شكرا. اي حد عنده اي اسئله تاني؟ طيب كده احنا خلصنا الجزء بتاع الاسم، تمام. نقفل بقى كده، دونت سيف. طيب نخش على الجزء، اه كنت ماشي اوكي ماشي. انا هفتح كده هديكم المثال ده بسرعه، اليونيفرسال جوينت اللي احنا كنا عاملينها اهي،
ماشي. طيب دلوقتي انا خلصت الاسمبلي بتاعي تمام بالبارت بتاعي بالميد بكل حاجه، وعايز ابعته لواحد تاني. لو جينا نلاحظ بقى في موضوع نقل الفايلات دي او نقل البارتات او الكلام ده كله، لو في مسمار ناقص من الاسمبلي، يعني انا دلوقتي عشان ابعت اسمبلي زي ده واحد ياخده في الكمبيوتر تاني يفتحه تمام كده، لو ناقص مسمار السوليد هيقول لك لا انا في حاجه ناقصه، انا في مشكله عندي في الاسمبلي. لو في حاجه اتحركت مكانها هيقول لك في عندي مشكله في الاسمبلي. لو في فايل هو موجود بس اتحرك من الباص بتاعه اللي السوليد عارفه بيه هيقول لك في مشكله في الاسمبلي. طيب نعمل ايه؟ هو قال لك في حاجه اسمها ايه؟ جو باك اند جو، باك اند جو يعني علم باكينج، اعمل باكينج للبارت ده كله كده من عن طريق الاوبشن ده. الاوبشن ده مهم جدا على فكره، ويعني يعني لما يعني كنت بتعب كتير قبل ما اعرفه يعني عشان اقدر اتعامل في موضوع ان انا انقل بارت من مكان لمكان. بيفتح لي البانل اللي احنا شايفينها دي، بقول بيقول لي انت عايز الفولدر بتاعك هو يعني هقسمه لك في فايل وخلاص، ولا اعمله لك سيف تو زيب فايل. زيب فايل طبعا افضل لانه هيبقى مضغوط واقدر انقله من اي مكان لمكان. اقول له اوكي. طيب هيحطه لي في المكان ده، موافق عليه ماشي، مش موافق احطه مثلا على سطح المكتب عشان يبقى واضح عني اهو على الديسك توب. انت هتدي له اسم مثلا، اي اسم، هنكتب يوني مثلا تمام كده، وهقول له سيف. هيبتدي يعمل كوبي للفايلات كلها وبالبارتات بالدنيا بكل حاجه ويحطها لي فين؟ على سطح المكتب. اهو يوني هفتحه كده، شايفين اللي جواه؟ اهو كل الفايلات بتاعتي موجوده، كل البارتات بتاعتي موجوده فيه بالاسمبلي بكل حاجه تمام كده. دي كل الفايلات بتاعت الجزء الثاني. خلاص يا جماعه واضحه الحته دي؟ الحته دي مهمه والناس كتير هتحتاجها. طيب نكمل. نخش على بقى ايه ليسون 13. احنا خلاص اتعلمنا ازاي نعمل اسمبلي، هنبتدي نعمل بقى اناليسيز للاسمبلي، نبتدي نستفيد من الاسمبلي ازاي. اتاكد بقى انا شفت بعيني المره اللي فاتت وقعدت الف البارت كده شمال ويمين واتاكد ان حركته مظبوطه واتاكد ان الدنيا ما فيش حاجه بتخبط في حاجه. طيب افرض بقى الحاجات دي من 10 ومن 100 والكلام ده، هتاكد منين؟ هتعرف منين يعني؟ عمر ما عينيك هتجيب. طيب عايز تتاكد بقى بطريقه بقى ايه بتاعت السوليد بقى يعني شغل بروفيشنال شويه. طيب هنعمل ايه؟ هنبتدي نتعلم نعمل ده ازاي عن طريق السوليد. هنفتح ليسون 13 كيس ستادي اكسبلودد فيو، ونفتح الفايل ده. هنعمل ريبيلد. تمام. طيب اول حاجه نتعلمها من ايفالويت ازاي اقدر احسب الماس. انا طبعا كل بارت برسمه بعرف له الماتيريال بتاعته، كل بارت برسمه بديله الماتيريال بتاعته، بقول له الماتيريال بتاعتي دي والله دي ستانلس ستيل، دي هارد نيكل كروم، دي بلاستيك، دي ايا كان نوع الماتيريال. فهو اوريدي عنده الكثافه بتاعه الماتيريال، وعن طريقها وعن طريق الشيب اللي انت مديهوله شكل الماتيريال والسيكنس بتاعها هو بيبتدي يحسب الايه؟ الوزن. فطبعا انت عشان تحسب وزن حاجه زي كده ان شاء الله يعني ايه بقابل غير لما انت تكون صنعته وحطيته بقى قدامك على الميزان. لا هنا السوليد ممكن يحسبه لك وانت لسه ما حطيتش فيه مسمار. ماس بروبرتس خلاص فتح لك، قال لك والله البارت بتاعك دوت بالماتيريال اللي انت معرفها لي دي الوزن بتاعه 180 جرام. وطبعا بقى في داتا كتير تانية موجودة، الفوليوم بتاعه كذا كيوبيك مليمتر، السيرفس اريا كذا، سنتر اوف ماس بتاعه لو عايزه موجود هنا، زي ما انت عايز بقى. كل البيانات المطلوبة او ليها علاقة بالماس
والسنتر اوف ماس والكلام ده كله والفوليوم موجود عندك. ده اول اوبشن. يبقى انا دلوقتي عرفت ازاي اقدر احسب الماس بتاعت الاسمبلي بتاعي. دي من اهم مميزات السوليد او البرامج عموما بتاعت ال 3D drawing. يعني ايه تاني؟ ان انا ممكن اقدر احسب اذا كان في انترفيرنس ما بين البارتات وبعضيه. انت قدامك كده الجزء ده كله راكب على بعضه ايه 100 100، شايف حاجه غريبه؟ لا انا شايف ان كل حاجه تمام. طيب ايه رايك ان في جزئين متداخلين واحنا ما نعرفش هم، يعني ما نعرفش. تعالى بقى نعمل ايه بقى، انترفيرنس ديتكشن. سوليد بيقول لك ايه، بديك اوبشن ان في اي حاجه متداخله مع اي حاجه، يعني جزء داخل في جزء وانت مش شايفه، انا ممكن اعمل لك انترفيرنس ديتكشن. كالكوليت، اداني كالكوليت قال لي لا والله ده انت عندك شوف كل الاسمبلي ده ما فيهوش اي حاجه متداخله مع حاجه ما عدا الحته دي. شايفين كده؟ يعني الحته دي لما حضرتك هتيجي تجمعها فعلي بالدايمنشن اللي انت مديها للسوليد، هو جمعها لك، هو جمعها لك، ولكن في جزء ميتال هيخش او ايا كان نوع الماتيريال بتاعته هيخبط في الجزء الثاني بالنص ملي ده. شايفين الفرق؟ اهو شايفين اهو، ده الجزء الاخضر ده داخل في الجزء الاصفر ده بنص ملي اهو، ده ضارب في ده كده نص ملي اهو. واضحه كده؟ في تداخل ما بين الجزء الاخضر ده والجزء الاصفر ده نص ملي. تاني اهو شايفين الجزء الاخضر اللي انا سلكته ده اهو، اهو شايفين الشفه دي كده داخله في الحته دي كده نص ملي، ومن الناحيه ايه؟ ومن الناحيه التانيه طبعا. طيب نعمل ايه؟ ادي مشكله ظهرت عايزين نحل. هقوم جاي على البارت ده ضاغط هنا كده فاتحه، يعني بيقول لي طبعا ده اولد فيرجن، اقول له ماشي. فتح لي البارت ده لوحده اهو. ايه المشكله؟ هقف على الجزء اللي فيه المشكله كده. تمام، اللي هي الشفه دي انا ممكن افتحها، يعني اخش اكسترود والعب في الدايمنشن وكده، او ممكن من بره على طول ابتدي اعدل الدايمنشن اللي انا عايز اعدلها. فهسلكت الدايمنشن دي 5.2 ونص، هي دي اللي عامله لي مشكله. هقول له والله لا خليها لي 5. فهمنا ايه اللي حصل تاني؟ هو صغر الشفه دي شويه، صغرها شويه، صغر الشفه دي شويه. طيب خلاص كده خلاص هرجع للاسمبلي. انا هقفل خلاص بقى. انا لو دوست يس المشكلة ان هو هيتسيف و ماشي. اوكي هبتدي بقى اعمل تاني انترفيرنس ديتكشن كالكوليت. نو انترفيرنس، خلاص انا حليت المشكلة. المشكلة اللي كانت عندي خلاص كده اتحلت، ما بقاش فيه انترفيرنس ما بين الجزء ده والجزء التاني. تمام كده واضحة الحتة دي. تاني interference detection calculate، مفيش أي interference ما بين أي جزء من أجزاء الكشاف بتاعي اللي موجود. يبقى أنا كده حليت المشكلة. طب إيه تاني؟ إيه أوبشن تاني؟ أوبشن تاني إن أنا بختبر الكليرنس ما بين الاجزاء وبعضيها. والله انا حاطط البطاريات دي جوه الكشاف كده بالشكل دوت، فانا عايز اعرف الكليرنس اللي انا ما بين الاثنين، البطاريه دي والبطاريه الثانيه هيبقى كام. فابتدي اقول له احسب لي الكليرنس فيريفيكيشن. طب ما بين ايه يا عم؟ انا هقول له عايز احسب الكليرنس ما بين البطاريتين بس مش اي حاجه. فابتدي اشوف البطاريتين فين موجودين هنا جوه الاسمبلي ده، اقول له انا عايز احسب الكليرنس ما بين البطاريه دي والتانيه. ماشي كده؟ وهقول له المسافه زيرو، يعني ايه؟ ابتدي احسب بس الاول. ماشي كده؟ كالكوليت. اداني ان المسافه ما بين البطاريتين دول كام؟ 0.44، هي زي ما انا
كنت عامل لها استيميت مثلا في الديزاين بتاعي، هرجع كده للباوربوينت هتاكد اهو بيقول لك ذير از كليرنس اوف كام 0.044 خلاص كده، يبقى هو فعلا كليرنس ده هو اللي انا كنت عامله في الديزاين بتاعي. انا لما بركب البطاريات بركبها في مكانها اللي انا مصممه ليها، وببقى عامل حسابي ان الكليرنس يبقى كذا، فبتشك ان الكليرنس كذا بعد ما عملت اسمبلي للبطاريات، مش انا حاطط الكليرنس كده من الاول، لا ده انا بعمل اسمبلي للبطاريتين وبعد كده بتشك الكليرنس بتاعهم مظبوط زي ما انا كنت عامله ولا لا. تمام، يبقى كده هو الكليرنس بتاعي زي ما انا كنت مصمم عليه، فاقول له اوكي شكرا انا كده اتاكد. طيب ايه تاني؟ الكوليكشن، الكولوجن ديتكشن، كولوجن ديتكشن. ايه الكوليجن ديتكشن ده يا باشا؟ يعني ده باختبار ان لو انا بتحرك اشوف الاجزاء هتخبط في بعضها امتى. يعني انا في عندي جزء بيتحرك على جزء ثابت طبعا، فعايز اشوف هما هيخبطوا في بعض امتى. الجزء ده بيتحرك بتاع الكشاف خلاص كده، فعايز اشوف هو هيخبط في حاجه فعلي ولا مش هيخبط، او هيخبط امتى، وهل المكان اللي هيخبط فيه دوت يعني سيوتبل بالنسبه للديزاين ولا انا عايز اعمل فيه اي تعديل. فهبتدي اقول له كولوجن ديتكشن. طب نجيبها منين كولوجن ديتكشن؟ من موف كومبوننت اهو الكولوجن ديتكشن اهو، اختاره وهعمل اوبشن لازم ستوب ات كولوجن، يعني اول ما يخبط اعمل ايه ستوب، واديني ساوند كمان تعرفني ان حصل كده. طب ايه هو البارت اللي هيختبره او الجزء اللي هيختبره؟ هقول له والله انا عايز اختبر الجزء ده كده، انا سلكت الجزء اللي هعمل له تيست، وابتدي اعمل ايه؟ ابتدي اموف الجزء اهو، اتحرك بيه اتحرك بيه. خدنا بالنا من الصوت ده، هو عمل ستوب وعمل الصوت اللي احنا سمعناه ده، وقال لي انت خبطت في السيرفس ده وانت بتتحرك، انت خبطت في السيرفس ده. ولنفترض يعني ان الانجل دي مثلا بتاعه الكشاف دي مش مناسبه بالنسبه لي، او هي انا عايزه يلف اكتر من كده، او عايزه يكمل الاستداره بتاعته اكتر من كده، فهبتدي اتعامل مع المشكله دي. هقول له شكرا كده، انا سايب البارت زي ما هو على وضعه، انا ما حركتوش. ها نركز في الحته دي، انا ما حركش البارت من مكان، انا وقفت عند الكولوجن ديتكشن اللي وقفت، هسلكت واقول له اوبن، وهبتدي اقول له انا فتحت البارت اهو لوحده، اقول له والله اعمل لي فلت للايه للاراضي دي كلها علشان ما تخبطش بدري كده، انا عايزها تخبط متاخر شويه. هعمل ار 1 مللي واقول له ابلاي، عمل لي فلت للاربع ايدج دول، اقول له شكرا اوكي. ارجع تاني للاسمبلي بتاعي، عايز تطبق ده؟ بيقول لي عايز تطبق اللي انت عملته ده في الاسمبلي، هقول له يس. هناخد بالنا ان بقت الايدجات دي كلها كده فلت، تمام. انا كده واقف على الايه كولوجن ديتكشن لسه زي ما هو على الوضع اللي انا كنت موقفه عليه، هعيده تاني اقول له موف وتاني كولوجن ديتكشن، وهختار تاني البارت ده، وانا المفروض لو انا على الوضع القديم هو انا واقف، انا المفروض مصطدم بالجزء التاني، لا هو لسه هيديني انجل تاني اهو. بص اتحرك معايا عادي، اتحرك اتحرك لحد ما اداني ان هو اصطدم بالبارت في الايه في الجزء ده، فاداني مثلا نقول بتاع 5 أو 10 ديجري كمان اتحركتهم بدون ما اصطدم بالجزء ده. ولنفترض ان ده هيبقى هو ده المناسب للايه للحركه بتاعتي، او هو ده المناسب للديزاين بتاعي. عايز اميله اكتر من كده، ممكن اعمل الفلت اكبر من كده بحيث ان انا اخر الايه الستوب بتاع راس الكشاف دي متاخر عن كده. يبقى انا كده اتعرفت على 4 اوبشن مهمين في الاسمبلي، ازاي احسب الناس، ازاي اعمل انترفيرنس ديتكشن، ازاي اعمل كليرنس ديتكشن او كليرنس اناليسيز، وازاي اعمل كولوجن ديتكشن. تمام كده؟
تمام، ودي طريقة الإصلاح، ودي كانت آخر حاجة معانا النهاردة في محاضرتنا الأخيرة في الكورس بتاعنا. لو في أي أسئلة قبل ما نقفل المحاضرة أنا تحت أمرك. ماشي يا جماعة، يعني أنا بشكركم لحسن استماعكم يعني، وأتمنى أكون قدرت أفيدكم بحاجة في الكورس السريع دوت،